تعالوا بقى نقابل المهندس حسام محمد العكش، رئيس شركة بايوتك مصر للمخصبات الزراعية والبدائل الطبيعية، عشان نتعرف على المركبات الحيوية اللي بينتجها وبتشتغل ازاي على النبات وبتوفر ليه كل احتياجاته. وبالمناسبة هو ابتكر أسمدة حيوية معطرة للنباتات المنزلية سواء الزينة أو المثمرة. ركزوا معاه. بقالك النهاردة كم سنة؟ من 2013 تقريباً وانت شغال في إنتاج المركبات الحيوية. مظبوط. وبدأنا التسجيل مع وزارة الزراعة. مظبوط. وعندنا حوالي 10 مركبات وانتهيت كمان من التسجيل. أيوة. ولكن اللي عجبني هو قناعة المزارعين بكل المركبات اللي حضرتك بتقدمها لهم، صح ولا لا؟ مظبوط. بنجر، قمح، رز، الناس شغالة معك. مظبوط. لا، في مجهود اتعمل، عايز أفهم كيف بدأت بايوتك مصر؟ احنا كان عندنا حلم ولا زال الحلم ده موجود، ان شاء الله ان شاء الله هنأكل مصر حي ودون المها بإذن. بمعنى ان ده يبقى الطبيعي بتاعنا، ده الطبيعي بتاعنا. لا غير كده انت نفسك هترفضه، الطبيعه هترفضه. من هذا المنطلق ابتدينا طبعا منتج جديد في سوق جديد، الناس مهما تتكلم عن الناس الفلاح مش هيقتنع. فابتدينا ننزل المناطق، كل المناطق على قد ما بنقدر نديها عينات عينات عينات. دخلنا مع الشركات الكبيرة نديها عينات، فمن لما شفت المردود ابتدت تشتغل. طب هو ايه ده؟ طب بيعمل ايه؟ ظروفه ايه؟ كان الاول ما عندناش داتا، نو داتا. فابتدينا نعمل كالكوليشن للداتا على مستوى مصر كلها وننقل خبرات المزارعين من واحد للتاني للتالت. فكسبنا خبرة والناس ابتدت تقول لنا انا بعمل ايه. فالحمد لله عشان توصل بمركب يعمل لك منظم نمو زي نبتة بايو للمستوى ده تعبنا فيه جامد جدا. يعني احنا في كل شغلنا مع مركز بحوث زراعي في وزاره الزراعه، نخش للمركز عملنا المركب ده جربه لنا، يجربه لنا ويشوف دينا النتيجه. وفي بعض دكاتره خدت دكتوراه واترقت بيه في كل منتجاتنا. فكنا سجلت مركبي بره جوه الجركن بتاع نبتة بايو او اي مركب من المركبات اللي حضرتك بتنتجها، عدد 10 مركبات. في ايه؟ فهمنا. هي مايكروبيولوجي من الاخر. مايكروبيولوجي دي نوعين، فيها في بكتيريا نافعه وفي ضاره. طبعا احنا مش شغالين على النافعه، في هواء ولا هواء، فبنحضنهم بطريقه مختلفه وبنغير في سلالات البكتيريا عشان ناخد منتجات تفيدنا ونستفيد بيها. لكل محصول فيه مركبات؟ لا، احنا بنعمل حاجات جنرال، يعني مثلا منظمات النمو يبقى لكل النباتات والمحاصيل. وفي نفس الوقت ما ممكن فلاح عنده مثلا عنده ذره وعنده رز، لو عملنا حاجه للرز وسبنا الذره ويجي رش التاني يقولك ما جابش نتيجه، لا ده يرش يجيب نتيجه ورش يجيب نتيجه، فدي ميزه مش عيب. دخلنا مثلا على نبتة روت عشان اعفان الجذور والملوحه، وعفان الجذور والملوحه شداد جدا. طب ونشط الجذور، كل دي في الحاجات الكيماويه، كل حاجه دي مركب بند مركب لوحده. يعني نبتة روت ده مركب اخر هدفه عفان الجذور ونشط الجذور والملوحه. طب ملوحه المايه نفسها ليه عندك حاجه؟ ما هو ده عشان كده، ما احنا بنشتغل على النبات، ما بنشتغلش على يعني ما مش هعرف اشيل يعني ميه 8000 9000 جزء في المليون. انا بشتغل على النبات. طب استقبلها ازاي كنبات؟ ما هو النبات بقى بدرات نفسها بيخش عليها الميكروبيولوجي من جوه. لما تخش الميكروبيولوجي بدرات اللي هي الجذور الشعيرات، الشعيرات الصغيره الجديده والقديمه ركب فيها ملوحه خلاص. انا اخلق الجذور جديده وفي نفس الوقت تكون فيها ميكروبيولوجي. تيجي الصوديوم يخش، ما الملوحه دي صوديوم يخش مش عارف يخش، البنات شغال لوحده. بتقدم حلول ايه تاني؟ احنا حيويه عندنا بقى عندنا دلوقتي نبتة بايو منظم نمو، نبتة روت عفان الجذور وتنشيط الجذور والملوحه، عندنا نيماتودا اللي هو اروبا روت ده نيماتودا زائد عفان جذور زائد بي اتش وملوحه. عفان جذور زائد بي اتش وملوحه بيظبط البي اتش بتاع النبات جذور. وبينشط الجذور. نشط الجذور. ايه تاني؟ عندنا بعد كده اروبا بلس. بتاع ايه؟ منظم نمو بريحه البرفان، تحس ان انت ده السيجمنت بتاعته الناس اللي في البيوت في الفيلل. انا مش شرط اشم ريحه وحشه وانا برش النبات بتاعي.